بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. هذه حلقة قصيرة جدا ومقدمة إلى حلقات قادمة إن شاء الله حول النقود الأثرية التي تعود إلى الحضارة المصرية. هناك من كتب لي وقال إذا ممكن أن تعرض نقود أثرية تعود إلى الحضارة المصرية في عهد فترة البطالمة، فلا يسعني إلا أن أقدم هذه المقدمة البسيطة حول نقود كليوباترا الأولى، وإن شاء الله في المستقبل القريب سوف أقوم بعرض نقود قد تم سكها في الحضارة المصرية القديمة، فأرجو لكم مشاهدة ممتعة.